السلام عليكم يا جماعة الخير، يعطيكم العافية جميعا. معاكم مجد وزيد من قناة تريندي فلاج شيب. طبعا زي ما قلنا ألف مبروك طبعا إلي ولزيد إن وصلنا 12 ألف. الحمد لله، رحلة طويلة كانت وصلناها. مش زيد تتجمد يا أخوان، ببارك لحاله، الناس بتبارك إذا بصبر. بس بما إنه وصلنا فقلنا لكم في فيديو الأسئلة، فهسا فيديو الأسئلة بدنا نجاوب عن أسئلتكم ونشوف شو الأسئلة اللي قويتكم تطرحوها علينا. يلا بلش زيد. طيب السؤال الأول، اولا الف مبروك مقدما، سبب حبك للمصارعه، واذا في شيء بتحبه غير المصارعه يا ريت تقول وشكرا. جاوب انت. سبب حبي للمصارعه اني كان خالي زمان وانا صغير كان يضل يجيب اصحابه عنده، فكنت اطلع عنده على السده على السطح، كان في هيك السطح يكون عليه غرفه صغيره، فكنت افوت عنده هو واصحابه مشغلين ناس بدافشوا بعض، فخاله شو هذا بتحضر فيه مصارعه؟ ضلت تبتهلي مصارعة، قلت والله غير أصير أحضر، صرت أحضر وصرت أشوف الناس بتخابط ببعض، كيفت عليها. أنت كيف حبيت المصارعة؟ أنا حبي للمصارعة كان في محل يعني تبع المواسير، بتعرفهم هذول، بس أبوي رايح يشتري مواسير، فلقيت زي ما هذا الحكي بال 2008 9 إشي زي هيك، كان عمري 5 سنين. اسمع، لقيت واحد زي ما أيام التلفزيون القديم هذا هيك المربع معلقه فوقه هاي، قاعد بحضر يلا نشوف جون سينا شو بصير، فبقول لي يلا شو جون سينا؟ مين هذا؟ حاب اخذ فكره عنه. فتحت ولا بقى سالته طبعا، صار بيقول لي شو دبليو دبليو. فتحت طبعا اول مصارع حبيته من اول ما بلشت اتابع، طبعا قلت لكم عمري 5 سنين كنت صغير ومش فاهم شيء. بعدين لقدام اول مصارع حبيته صار خلاص 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 فتح سيره ذاتيه، خلص الفيديو كامل على اول سؤال. ما علينا كمل. بس ما لقيتش الا مواسير اللي يدلك على المصارع. ما شو اسوي اذا ما كان عرفتها؟ السؤال الثاني، أول إشي الله يعطيكم العافية، كيف أجتكم فكرة القناة؟ استنى، كأنه في اثنين ورانا. يحتاج أخي في ورانا مراي يعني تتيس. كيف أجتكم فكرة القناة؟ وإذا ما كانت المصارعة شو ممكن تكون؟ هذا السؤال مبسوط إنك معه. كيف أجتنا فكرة القناة؟ إحنا طب شوفي شو راح عليه، يعني فوقت الكورونا شوفي شو ركت عياتي، كنا إيش نعمله؟ كنا نبلشين في الانستغرام، بعد الانستغرام روحنا على التيك توك، بعد ما سكر التيك توك قلنا خلينا نروح نجرب على اليوتيوب ونشوف حظنا. فكرة وهيك في يوم بدنا طبعا يعني. بدنا نجيكم بس تفصيل بسيط انه اغبى فكرة اجتنا في العالم اللي هي التيك توك واقتراح. لا 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 اه ما كانت اقتراحك. ما كانت اقتراح، لا كذاب يا زلمة. ايش مالك يا زلمة؟ لا الفكرة هي كانت عبارة انه يعني احنا متخيلينها بشكل ثاني والنتائج كانت جدا نو بليز يعني، وانشهرنا في اشياء يعني غبيه وبطلنا وقفنا طبعا لانه يعني سمعتنا يعني شو اللي. السؤال اللي بعده، شرف امي الولد اهبل اقسم بالله يا خطر هاي عادي فيه من زمان. سمعت لكم في المونتاج لقطه قديمه كيف كنت اقاطع زيد شو اسمه فعليا ضحكك. هون يعني بنكون وصلنا لنهايه الفيديو وشو بدنا نحكي كمان مشاكل الحكي بس انه مشاكل لما نحب نشكركم خلاص يا زلمة، كل ما احكي كلمة بتحكي يا زلمة مالك. اول شيء جيت بتحكي السلام عليكم، حكي السلام عليكم جد بحكي بعدين. حط ميوت، والله هذا شكله فارض ضحك ومبسوطة حاله، هاي قلة ادب. لا لا الله، واحد كاتب لي سامي زين متى باخذ لقب دب دبليو او لقب العالم؟ عمره ما راح ياخذه. خذها قاعده، ما راح ياخذ انه سي ام بانك يمكن ياخذه وسامي زين لسه ما راح ياخذه، انسى الموضوع. طيب هذا سالنا 6 اسئله بسؤال واحد، قد عمرك؟ 20 سنه تفضل انت. 20 سنه 35 يا اخوان رجعنا لكم، مهم بعد ما طوشنا انا وزيد. 20 من وين؟ 21 احنا الاثنين. كيف 21؟ احنا مواليد 2010 يا زلمه. الله يعين امك، بس الله يعين امك عليك اذا فعلا انك منغولي. من وين؟ احنا اصلنا فلسطيني وعايشين بالاردن. نعم. متزوج ولا لا؟ ايوه متزوج، عنده عيلة وقبيلة، خلف 7 زي جاكوب فاتو. منو اكثر مصارع تحبه؟ رومان رينز. رومان رينز.
من شبكت وانت تتابع المصارعة؟ 2009 اثنين تقريبا، ممكن هو 2010 انا 2009 بهالرينج. شو اسمك الكامل؟ مجد الدين حسام محمد علي عليا. مش ضروري. ارجع. راح اكتفي بزيد جمال بس. مقدمة مبروك على 12,000، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا رب. درع المصارعة من درع المصارعة من العراق، ايش يعني؟ اخوك درع. زين، عرفنا عن نفسك، اسمك، عمرك، وشو سبب حبك للمصارعة. حكينا سبب حبنا للمصارعة، حكينا عن اسمنا، عرف عن حالي. انا يعني زيد جمال، عمري 20 سنة، بدرس علم حاسوب في الجامعة الأردنية. فيش عندي شغف. انا اللي بعمله في حياتي بدرس قانون في جامعة العلوم الإسلامية، واليوم في واحد سكر علي، الله لا يسامحه، ساعتين والمفروض اروح وراح سكر علي، وهم اجوا الشرطة واخذوا سيارته. شكرا. حك عرف عن حالك، ما قالكش قول لي شو صار معك. كل شوي اول اشي مبروك على 12,000. ثاني اشي، ليش صرتوا تحبوا المصارعة؟ وايش اول مصارعة حبيتوا؟ ثالث اشي، ليش بتحبوا رومان رينز؟ حبينا ليش بنحب المصارعة، حكينا ليش بنحبه. اول مصارع حبيته، انت ايش اول مصارع حبيته؟ زي ما قلت لكم قبل شوي، سي ام بانك هو اول مصارع عرفته في حياتي كلها. انا اول مصارع عرفته مارك هنري. لانه كنت احضر بسيرفايفر سيريس، كانت سماك داون ورو، فكنت شايف انه هيك واحد اسمر بفريق اتوقع الرو، هيك اسمر وضخم وهذا، فمين هذا مين هذا، عرفت انه مارك هنري. بس اول مصارع حبيته هو كان يعني جون سينا، لانه كان له صيت وقتها. طيب، اتوقع راح يرجع رومان رينز متى؟ ايش هيك يا اخوان، انتوا بتعرفوش تكتب عربي، ايش في؟ هو اسمع، متى تتوقع راح رومان رينز يرجع؟ وهل يمكن انه مع يجي يوقف يعني مع كودي رودز، ولا مع اكيد راح يوقف ضد الاثنين كودي رودز وسولو سيكوا؟ بالاختصار يا جماعه الخير، عشان نجاوب هذا السؤال، السؤال يا جماعه الخير راح يجي كالاتي: راح يرجع رومان رينز كيف شفته سمر سلام 2020؟ نفس الطريقة، نفس الطريقة ولا شيء، راح يجمع الاثنين زي ما عمل ببري وايت وزي ما عمل ببرون سترومان. نعم. ويجي عند كودي رودز يحكي له نفس الكلام اللي حكاه لبرون سترومان، انه اي ميد يو، ابصر ايش من الحكي. بحكي لك، تتوقع راح يرجع جيمي مع رومان ولا لا؟ اللي هو جاي وجيمي، اظن جيمي قصده. وجاي وسامي زين وزلف هيمن كمان، يعني اكيد هذا بديهي. طيب، السؤال اللي بعده. السلام عليكم. صدق طيب، السلام عليكم. صدقني انا بحبك والله، بصدقينك انت ومستر رستنج قوي، وبحب محتواك العلمي اللي بعيد عن المصارعه، علمي مش عارف، شكلك مخبط بالقناه هوب. وبحب محتواك في المصارعه، لا هي بتابعنا معناته، لاني من عشاق المصارعه وخصوصا رومان رينز. لكن سؤالي هو، عداوات جون سينا مع ايدج افضل ولا عداء، يعني هو بده يسالنا انه هل عداوه جون سينا وايدج افضل من عداوه جون سينا وراندي اورتن؟ انا بالنسبه لي لا صراحه، جون سينا وراندي اورتن زي كانه ميسي ورونالدو بالضبط. حرفيا كان يعني اجت فتره كانت ايقونه حرفيا، يعني كيف انت هسه بتحكي ميسي ورونالدو ايام برشلونه ومدريد، حرفيا جون سينا وراندي اورتن كانوا حرفيا نفس الشيء. فلا صراحه عداوه جون سينا وراندي اورتن بس مزبوط، بس لكن كاداء بالحلبة اذا بدي ارتبهم الثلاثه، راندي اورتن، لا ايدج، بعدين راندي اورتن، بعدين جون سينا. اسالني ليش راندي اورتن وقت ما بده بقدم، وقت ما بده ما بقدم. مزاجي راندي اورتن ما بقدم طول الوقت، ولكن بضل اسطوره. مزاجي فعلا بالزبط. راندي اورتن لما يكون مروق بعطيك كم شغلة، مباريات نارية حاليا ترى هم مبارياته نارية اكثر من الاربع سنين اللي قبل. مزبوط. طيب، السؤال اللي بعده، ايش افضل عرض في دبليو دبليو اي بالنسبة لك، يعني غير الرسلمانيا لانه هو الاول يعني بالتأكيد، وايش هو افضل لقب في دبليو دبليو اي بالنسبة لك؟ طبعا افضل لقب بالنسبة لنا يعني فيش بعد الاندسبيوتد حاليا، يعني زمان. بالنسبه لي انا بدي احكي لكم كشكل عام بالمصارعه كامله، انا بالنسبه لي لقب الورد هيفي ويت تشامبيون ايام زمان اللي كان ياخذه ايدج واللي كان ياخذه اندرتيكر وهذول، هذا حلو حلو، انا بالنسبه لي هذا افضل لقب ما دام رجعوا صنعوه وسيث رونز اخذوا هاي. انا بالنسبه لي الورد هيفي ويت، انا معك كل اللي بتحكي فيه صح، بس هل الورد هيفي ويت احسن من الاندسبيوتد؟ طبعا لا، ولكن بالنسبه لي شخصيا انا بشوفه الافضل. هو عشان كودي رودز مع الاندسبيوتد، عشان هيك ولا لو رومان رينز كان
والله 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 اسمع والله 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 لو رومان رينز معاه الورد هافي تشامبيون راح يكون لابق عليه اكثر من الاندي سميث بكثير. ترى ممكن ياخذ، سمعت اخبار ترى راح ياخذ، بتعرف ليش؟ عشان يرجع جراند سلام، حاليا هو بطل جراند سلام. المهم بالنسبه لافضل عرض، انا افضل عرض بالنسبه لي واكثر عرض بحبه في التاريخ حتى بالدبليو اي 2 كي كثير بلعبه هيل ان سيل، بالنسبه لي ما في غيره. انا بالنسبه لي سمر اسلام، بالنسبه لي هيل ان سيل افضل عرض في التاريخ قد ما شفت فيه مباريات قويه. انا صراحه بالنسبه لي سمر اسلام، انا سمر اسلام هو والرويال رامبل مع بعض، بس صراحه سمر اسلام يعني أحلى. لا لا هو بجنن، بس اسمع الهيل ان سيل اذا متذكرين يا اخوانا ساحطه قبل كل لقطه إيه؟ اللقطه التاريخيه اللي وقع فيها مكفولي من فوق لتحت هاي انا لهاي لحاله وشمك ما ابصر ماشي مين. ماشي انا معك، بس عرض جنوني. انا معك بس هاي الشغلات راح تشوفها بين كل 10 سنين مره. اما سمر اسلام كل سنه، لانه هاي الشغلات فيها خطر. وفي سمر اسلام ثاني افضل عرض بالنسبه لي. راس المانيا هاي هي افضل راسلمانيا انا شفتها في حياتي اللي هي 40، رغم اني بكره كودي رودز، لكن الدراما والسينما اللي صارت هذه افضل راسلمانيا مرقت علي في حياتي كلها. اللي قبل ضحك على عقول. نعم مش شيء. افضل بالنسبه لك الرو او سماك داون؟ الرو اكيد. الرو انتوا شايفين سماك داون ميت، لانه في شيء سماك داون. احضر سماك داون بتاع امبارح، بتاع امبارح والله كنت بدي انزل شورت واعطيكم ملخص عرض سماك داون في دقيقه، ولكن شفته مش مستاهل، قلت راح تقرفوا حياتكم. من اي سنه بتتابعوا المصارعه؟ 2019. هل الزعيم رومان رينز افضل مصارع في التاريخ؟ نعم. استمروا انتم مبدعين، بحبكم من العراق. تحياتي قال هيك. شو حياتنا والله لأهل العراق، والله بنحبكم، بنحبكم وبنحب أهل مصر وأهل السعودية كلهم، هذول يعني اللي بتابعونا. انت شو تشتغل مع هذا اليوتيوب؟ ما بنشتغل. انت وين مقيم؟ في الأردن طبعا، يعني جنبي فمش ضروري يحكي. تحب سامي زين وانت ولا؟ طيب تحب سامي زين؟ طبعا. انت واهلك برا فلسطين؟ نعم في الاردن. طيب مين اللي حفزكم تفتح قناه؟ شوف هي الفكره بالاساس كامل بالسوشيال ميديا اجت مني، كنت لسه معرفتي بزيد قليله، فاول ما بلشنا انستغرام طبعا، وزيد بعث لي صار يقول لي بتحب اساعدك بالقناه، اعطيته اليوزر وهاي من الحكي، انفجر الانستغرام، اجانا كل شوي توجيهي ابصر ايش شغلات ثانويه من الحكي يعني ظروف عاطله. بعديها اول ما دخلنا اول ثاني فصل بالجامعه عملنا التيك توك، بعديها هسه احنا ثالث سنه جامعه فتحنا اليوتيوب. زيد طبعا اقترح اليوتيوب. غثيتني خلاص خلاص خلاص. لو كودي رودز زي رومان رينز كان، يعني لو كودي رودز كان مسيرته زي مسيره رومان رينز كانت انه زي كانه السؤال انه عكسه الادوار، رومان رينز بدور كودي وكودي بدور رومان. هلا طبعا 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 راح نشجع كودي اكيد، بس كنت انتبهوا على شغله، ترى قصه رومان رينز او اللي حضر الفيديو تبعي تاع رومان رينز، الشخصيه اللي عملها مبنيه على السنين الماضيه على اللي مر فيه. مزبوط. فما بتقدر تحكي هذا مكان هذا، صح بحكي ده يعني هذا ظروف وهذا ظروف، بس لا شوف يعني صراحه لو كان نفس اقول لكم شغله لو انعكست الادوار مش مفجع كودي. لا ترجعي انا صراحه لا انا باكل حق. لا انا ما مالي اكمل، مش بقدرش اتخيل خاطري الكلمه ودي اقولها، خليني ساكت. بقدرش اتخيل حالي اني اشجع انسو. الف مبروك اولا كودي رودز عمك، ثانيا متى راح تنزلوا قصص مصارعين يعني من اول ما بلش وعبين ما اعتزل، ثالثا كودي رودز عمك. سكيب على السؤال، انت راح ننزل قصص؟ هينا قاعدين بننزل يعني، انت مش متابع القناه؟ رومان رينز عمك فاهم. لا بننزح. طيب هل رومان رينز يعود؟ نعم سمر اسلام. سمر اسلام شو وقت تسوي الحلقه مال الاجابه على الاسئله؟ انها الان، تابعوا حصريا كده
بعدين صوت 12000 كان رد عليها انا ولا انت انا عارف ان اللي كان رد طيب بوت بوت هاي كمية الاسئلة صراحة بتكفي بهدلنا بالأسئلة هاي لهو منكون وصلنا نهاية هذا الفيديو إن شاء الله تكون الإجابات عجبتكم وجوابنا على الأسئلة اللي يعني بنقدر عليها أزورونا أزوركم ادعمونا ندعمكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زيد بشرب قهوة I'm at the head of the table, I'm Roman Reigns. I spit the truth, no fables, my flow's insane. You know it, man, I'm throwing chains, nasal on angel and blowing cane. Since days of page sales, they know his name. Paint frames are pay well, they dwell.